بكم الاخوان، مرحبا بكم فيديو جديد. اخوان اليوم جينا لهاد السد ديال سيد عبد الرحمن، درنا فيه واحد النزهه اليوم مع الاصدقاء. احنا كنتسناو فيهم هما باقيين جايين في الطريق اللي سبقناهم به، الدراجه الناريه انا والاخ عزيز، هاي الدراجه الناريه. وجينا لقينا بانه البراج هاد السد كيديروا له العمليه ديال الترقيه، كيحيدوا منه داك الربيعه. هو الربيع قرب ليا الاخ عزيز، هو الربيع شتيه، هاد الربيع هذا كينقوه الناس مسؤولين. هو هذا الربيع طحاليب وداك الخربيق اللي كيكونوا فيه، في الواد، وكيعرقلو حتى الاسماك اللي كتعيش هنايا. مسؤولين خدامين تبارك الله باش هاد السد يبقى بجوده عاليه وتبقى الاسماك فيه كتزاد والانواع ديالو كتزاد. وتبارك الله راه كاينين انواع كثيره، كاين السوندار، كاين الدرقه، كاين البلاك، كاين البلطي زيد شكون اش البلطي مشهور في مصر. البلطي اللي مشهور في مصر، راه كيعرفوه المصريين بزاف البلطي. تو تبارك الله كاين، وكاين واحد النوع من الاسماك نادر كبير تبارك الله، شنو سميتو؟ سميتو ديب وقيلا، واحد السميه اخرى. شفتو عندي في التصويره، تجيك السميه عياك، عندك شي صوره؟ عندي واحد التصويره ديالو، غنوريو لكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله الصوره ديالو. كما شفتوا معنا الاخوان، هانتوما النزهه دابا غندوزوها مع الحباب وغادي تعيشوها معنا. وبقاو معنا وما تمشيوش. الاشاره الاخوان، هاد الواد ديال هاد السد ديال سيدي عبد الرحمن كيتواجد على بعد 6 الكيلومتر ياك الرئيس عزيز، 6 الكيلومتر تقريبا، شي 6 الكيلومتر شمال اسفي. وهاد الماء ديالو جاي من الماء ديال ام الربيع، من واد ام الربيع تبارك الله. واد ام الربيع راه كيف ما كتعرفوا راه من اكبر الانهار اللي موجوده في البلاد ديالنا، وكاينين تبارك الله انهار كثيره، واد سبو، واد ابي رقراق، ويدان كثيره، واد المخازين، كاين سد واد المخازين وتبارك الله. وهذاك الحوت اللي قلت لكم قبيله، هذاك النوع من الاسماك اللي نادر، راه تذكروا الرئيس عزيز سميتو الباربو. الا دخلتوا الشيخ جوجل وقلبتوا على الباربو راه غادي تلقاوه. هادشي اللي كاين من 16 كيلو حتى ل 22، 16 كيلو. هذيك السمكه اللي شد الاخ عبد السلام الدخانه، هذيك نوع اخر ياك، هذيك اللي شتيها تصحاب بوريه، وهي ماشي بوريه، يجي من الكربون بور، وكبيره تبارك الله، شحال تقريبا؟ شي 40 كيلو ولا شي؟ كبيره تبارك الله. قال لي قطعها وعطى للناس السكان اللي حداه. هادشي اللي كنعاود لكم الاخوان، راه سكوره، ما كاينش زعما النفاق ولا الكذوب ولا هاد الحوت هذا، كاين شي حوت ضخم تبارك الله. طاح لي الموتور، بالسلامه الشباب. وصلوا علينا من بعد تقريبا واحد، احنا سبقناهم غير بالدراجه الناريه وسبقناهم. الراغولار. الو طاره، وجبدوا السي عبد الله الفنان ديالنا، الفنان الكبير. احنا دابا الاخوان وصلوا بخير وعلى خير بالسلامة، الحمد لله. مرحبا بالفنان ديالنا سي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي خالد براردي، اشنو هذاك براد ديال اتاي ولا شنو؟ بارك الله. عامر ولا خاوي؟ مرحبا ودي السي خالد، مرحبا. الرئيس منعم، الرئيس عبد الصمد، الرئيس عبد الرحيم، كلهم هادو رياس هادو.
الأحوال حيرني أمك غير في أجل أحوال صل علينا تهوى شاش محمد مرحبا 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 خرجة نزاها سالات هنا هما الدراري غاديين في حالاتهم إيه وكنتمنى من المشاهدين انهم يعجبهم هذا المحتوى وهذا الفلوق اللي درنا اليوم وما تنسوناش بالدعم ديالكم بالاشتراك اللي ما مشتركش يشترك معنا القناة ديالنا راه باقا ضعيفة باقا ما طلعتش والاهم من هذا هو ان المشاهد الكريم يتمتع بهذا الشيء اللي كنقدمه ليه